هاي. الشارع الحمراء من أشهر شوارع بيروت يلي بيقصدوا السياح بسبب تنوع ووجود الفنادق، المقاهي، المسارح والمتاجر فيه على طول 1300 متر. بدأ الشارع كزقاق، انعرف باسم زقاق الحمراء سنة 1898 من بعد ما كان اسمه خندق ديبو، وحصل على اسمه من عائلة الحمراء يلي استوطنت المنطقة بالقرن الخامس عشر. أما تأسيس الجامعة الأمريكية سنة 1866 فساهم بنمو وتطور الشارع. كان الشارع قبل الحرب الأهلية نخبوي، وكان يضم عدد من القهاوي يلي بتجمع الناس حول الأدب، طاولة الشعر، تحليل السياسة العالمية، وكان كمان بيت لعدد كبير من الأدباء مثل محمد المغوط، محمود درويش، عمر أبو ريشة، أنسي الحاج، نزار قباني وغيرهم كتار. مين قال إنه بسبب شهرته دخل شارع الحمراء بكلمات أكتر من غنية لبنانية؟ أنا قال. بشوفكم بكره.